صحيت لقيت على البرايفت اول مره تحصل من فتره يعني في اختلاف مسج يعني عشان خاطر اللي قلته امبارح اللي هي الحقيقه يعني عارف عني الحقيقه يعني ولا عمري هجامل في كلامي ولا عمري هجامل مجلس قديم ولا مجلس جديد. المجلس القديم لما قلت له انتقدته وقلت له فين الفلوس وفين 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 بعت رساله قال لي قول لهم فين 300 مليون وقلت له فين تسجيلات طيب وفين وفين محدش بيرد عليهم. المجلس الجديد وعدنا بحاجات وفرشنا الارض ورد ودعمناه وي وي ما لناش حاجه. شوف النادي الاهلي اللي بياخد كل البطولات جاب 4 و5 لعيبه سوبر لعيبه منتخبات لعيبه الاسس منتخبات وعنده 12 لاعب في المنتخب بقى 18 لاعب سوبر دوليين هيلعبوا البطولات الجايه. هننافسهم احنا نزلت ان شاء الله بمين بقى؟ بمهاب ياسر والزناري والناشئين والمدير الفني الفاشل والمدرب عامل فاشل. ومش عايز نتضايق ومش عايز نقول صفقات الزمالك اسمها شد حيلك شد على الله شق الله صحيح غفر الله ذنبك. طيب دلوقتي كل الفرز الاول طار وكل اللعيبه السوبر طارت ومع ذلك في دلوقتي قدامى من نادي الزمالك وطبعا الصحفيين المنتفعين وطبعا اللجنه الالكترونيه شغاله دلوقتي وطبعا الناس دلوقتي اللي نسيت نادي الزمالك ما فكرش غير في الريتش بتاعها يقول لك ايه لازم ندعم الاداره يا جماعه النادي ما بيقفش على اي لعيب يا جماعه ان شاء الله هنجيب لعيبه سوبر يا جماعه اقفوا مع النادي. نقف مع مين؟ نقف مع ناس ما عندهاش فكر نقف مع ناس ما تحبش غير نفسها نقف مع ناس كارهه نفسها نقف مع ناس ما بتحبش لعيبه الكوره ما بتحبش نجوم الكوره شغالين من دماغهم شغالين يشحطوا بس ما بيفكروش وهم رجال اعمال شغالين يقولوا مستر ممدوح عباس فين؟ مستر ممدوح عباس لما شال ايده احنا وقعنا يعني كانت كل الحوارات دي في الانتخابات عشان خاطر ممدوح عباس يعني ممدوح عباس لما كان شال ايده نادي الزمالك يقع اه يعني الناس دي ما عندهاش فكر الناس تعرفش في الكوره والله العظيم ما في الكوره. طب الدوري احنا شفناه دلوقتي الكاس شفته زد شفته المصري شفته سيراميكا شفته الاسماعيلي ده لسه الانديه الثانيه بقى. طب احنا هنحارب ازاي في الدوري باللعيبه دي؟ باللعيبه الدرجه الثانيه دي؟ ده احنا ما عندناش ولا بديل. ده احنا عندنا 2 لعيبه منتخب مصر. يعني المسلوس اصلا مش مساك، تخيل اتصاب ما عندناش. ما عندناش حارس مرمى. ما عندناش باك ليفت. ما عندناش عمر جاب باك رايت لو اتصاب. مع زيزو لو اتصاب 50% من قوتك راحت. وعايز تحارب هتحارب ازاي؟ هتحارب على المنافسه. عمري ما اقول كلام اشعارات الزمالك قادم واحنا ان شاء الله بدون زيزو وبدون اي حد وهنكسب احنا الزمالك انتوا مين؟ سيبك من الهقص ده الكلام ده انتهى في الكوره اللي بيلعب النهائي دلوقتي الكاس زد وبيراميدز الكلام ده انتهى من الكوره الكوره المصريه بتتغير من الاشعارات دلوقتي وبالحماس اوه سيبك من الهقص ده بقت علم بقت دعم بس اجيب لعيبه صغار السن يكملوا معايا لعيبه منتخب اولمبي وادعم عليهم لعيبه سوبر منتخب كبير ولعيبه دوليه ده اللي عايز يكمل في الدوري والكاس وافريقيا والسوبر والكلام ده كله انما احنا بالشكل ده اقسم بالله العظيم هنعمل زي النادي الاهلي زمان لما بقى جابوا ابراهيم وحسام كان هينزلوا درجه ثانيه هننزل درجه ثانيه يا اسس والله العظيم مع المجلس ده ومع حريقه الدم دي ومع جهاز فني زي ده ومع لعيبه شويه صغيرين بس لسوبر عمرك ما هتقدر تكمل في الدوري لان اللعيبه الفرقه اللي ما عندهاش دكه مستحيل تكمل مستحيل الدكه اللي بتغير كل حاجه لان اللعيب في الملعب لما يحس ان في لعيب سوبر يعني مثلا زيزو مثلا لما يحس ان مصطفى فتحي بره لما بين شرقي يحس ان في شلبي بره لما الجزيري لو عندنا مصطفى محمد لما فرجاني ساسي يكون موجود طارق حامد ايه الفرقه اللي بتكلم عليها دي؟ هيشيل هم ايه؟ رايح تجيبوا لي لعيبه فرز رابع فرز خامس فرز سادس طبعا دلوقتي الناس مش تعجبها كلامها تقول لي يا عم انت جاي تخبط انت جاي تبوظ انت جاي تعمل يا عم ساعد النادي ده ادعم النادي في ايه؟ انا قلت لهم 100,000 حل هم مش عايزين يسمعوا فين لجنه الكوره؟ فين لعيبه الكوره اللي في النادي؟ فين نجوم الزمالك؟ ما بياخدوش راي حد ماشيين بدماغهم بيجيبوا صفقات فاشله وكيل لعيبه بيتحكم فيهم ما يعرفش حاجه خالص بيدمرهم يا جماعه اخيروا على النادي شويه اقسم بالله انا بقرب امبارح النادي الاهلي لما خلص 4 صفقات دولت والله تعبت نفسيا والله وقعت نفسيا ما عندناش صفقات خالص يا جماعه معقوله هنلعب ازاي يا جماعه لا ربنا لو انتوا مش قادرين سيبوا التركه كتر خيركم عارفين كانت مسؤوليه جامده
انقسام بين الجماهير والاعلام. في دلوقتي ناس هتشتمني وناس هتأيدني، ما كانتش كده. وانا دلوقتي بأيد ناس وما بقتش أيد ناس، وناس مع المجلس ما هوش مع النادي، وناس مع الجماهير وما كانتش مع النادي. التفرقه دي وحشه. انت فرقتنا في كره القدم، وفرقتنا في الصفقات، وفرقتنا في الاعلام، وفرقتنا من جمله الزمالك. كل دي تفرقه؟ انت جاي خلص تصفي حسابات؟ انت جاي تشتغل لمصلحه النادي الاهلي؟ يعني انت جاي تخلص على الزمالك خالص من نجوم واساطير واعلام وكله؟ ما انت عامك ازاي؟ ما انت بتسمعش لحد خالص، وانت ما بتعرفش في الكوره. انت راجل بتاع كره يد ولا فين بتاع كره يد؟ فمش ما حدش عندكم لعيب كوره. شوف كابتن خطيب لعيب كوره بيعمل ايه؟ كابتن حسن حمدي لعيب كوره بيعمل ايه؟ كل حاجه بتحل ثانيه. ايا كان بقى، في ناس بتدعمهم، في ناس بتديهم، في ناس رعاه كتير، بس لعيب كوره نجم سوبر. يعني هقول لك على سبيل المثال، يا عم اي لعيب في الدنيا راح يقدم مع كابتن حسين لبيب ولا يقدم مع الخطيب؟ هيقدم على الخطيب طبعا، حتى لو هو زملكاوي. يا جماعه الاسم بيفرق، النجوميه بتفرق، لعيب الكوره بيفرق في القرارات. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم وربنا يستر السنه الجايه.